أهلا بكم. مصحوبا بدعوات عشرات الملايين من المصريين، يخوض المنتخب الوطني في تمام 13 اليوم مواجهة أقرب للمصرية أمام نظيري أوغندا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم على ملعب مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كامبالا. منتخب الفراعنة وصيب بطل القارة السمراء يسعى بقيادة الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر لتحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب خطوة كبيرة للغاية من تحقيق حلم المصريين الغائب منذ 27 عام بالوصول لمونديال روسيا العام المقبل. كان المنتخب الوطني قد اختتم استعداداته بالتدريب على ملعب المباراة أمس في نفس توقيتها، واطمأن الأرجنتيني كوبر على جاهزية لاعبيه، كما عقد محاضرة بالفيديو شرح فيها طريقة لعب المنتخب الأوغندي والخطة التي سيخوض بها هذه المواجهة الهامة.